السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا النودية هذه فيها سفلي كاردون مقطع، يعني فاز لازم باش نغيره. دير بلون تاع الكاردون، كملنا حلينا الكاردون البولون تاع الكاردون، تو باش نحلو البراويت تاع التري الفيزي باش نجمو نجبدو. نجبدو الكاردون خرجو من بلاصه. عندنا ثلاثة بولونات نحلوهم تاع البيالات، البولون خارج. عنا التري كيف كيف نحلوها كالعادة، حلينا الشير اليمين مفتاح ملتي بون نجمة. نجيبو طبق الزويد، نبدا طبق الزويد نحلو بيه الفيشة، نقصو عالتريه شوي باش تحل الفران تاعها مكانها. عنا سركليبس نحو من قدام، شد البتا والتري باش ما تنعادش تقربع، بعد خرجوها التري كيما تشاهدوا فينا. هذه البتا بيلع او كي تبلع هي للي يوصل الخيط يتشعل تيموها في التابلو. البراد فورس نحو تاع البولون نحوها، هذه ناحينا تاع الكليماير. نجو عندنا كعبتين بريفورس اللي هما هذوما براويط نحوها. يطيح هو شوي الفيزي
ليش بدون كرزة واحد؟ ها الكردون، هذا الكردون ليش بدون مك تنحى هذا وكل الدريع هذا كله يتنحى. ليش بدون كردون؟ الكردون يخرج وحده ما غير ما يضرب له حد شيء. ما هاد مروم سفلي متاع الكردون اللي مقطع. عنا السفلي هذي، عنا السفلي، علاش نحينا احنا الكردون؟ اللي هي السفلي هذي مقطعة، هذوها كيفاش؟ تقطعت ولا التراب والماء يدخل لهنا. والكردون شنو حوالهم؟ الكردون لاباس عليه. لاباس؟ عنا الكردون هذايا كيما وريناكم نحينا تو باش نحلو السفلي نتاعو، عنده كعب وكوليه تشد، كعب وكوليه فيها جرافات، نحلوها. كما تشاهدوا فيها هذي الكولية حليناها، كعب كبير وكعب صغيرة. كما تشاهدوا فينا هكا السفلي، نضربوا على عبتات كردون هكا يخرج، نمسحوا بلاصتو بالكدية، نمسحوها ننظفوها. معنا السفلي هذي، السفلي ركبناها في مكانها. الكردون عبيناه صحيح، تو باش نحطوه في بلاصتو. كملنا الكردون سكرناه في بلاصتو، ركبنا له كعبة الكولي اللي هي هذي، كبسناها. تو باش نعمل له مسحة هاك بلاصة الجديد، بلاصة الجريس، ومن بعد نجيبو نكملوه هو ساي السفلية هاكا ركبت ساي في بلاصتها، معبي بالجريس. بقالنا نركبو البراويات وكل شيء ونكملو كل شيء. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.